نعم يعني بالطبع، يعني كان هناك تصريح لمجلس أمن كردستان قال بأن كتائب حزب الله هي المسؤولة طبعا عن تفجير أربيل، وأن الطائرة المسيرة كانت طائرة مفخخة وأنها استهدفت هذا الموقع من قبل كتائب حزب الله. طبعا هذا البيان جاء من قبل أمن كردستان فقط، أما بالنسبة يعني الدوائر الأمنية الأخرى في مجمل يعني المحافظات العراقية وخصوصا بغداد لم تصرح بأي تصريح حول مسؤولية من يقف وراء هذا التفجير، فقط كردستان هي من أعلن. إلى ماذا أشارت تحقيقات بغداد حتى هذه اللحظة؟ نعم. بغداد حتى اللحظة لم تظهر فيها أي نتائج. هي شكلت لجنة أمنية مشتركة مع أقليم كردستان لبحث ماهية التفجير، ما الأسباب التي دعت إلى وقوع هذا التفجير، من هي الجهة التي تقف وراء هذا التفجير، لكنها يعني على ما يبدو لن تصل إلى معلومات أو حتى إلى يعني شيء يفيدها لكي تصرح به، وبالتالي يعني بغداد تحاول قدر الإمكان إيجاد مساحة من التفاهمات مع أقليم كردستان لطي هذا الموضوع، لأن المتهم في هذا الموضوع حسب أمن أقليم كردستان هو أحد الأحزاب الموجودة هنا داخل العراق، وبالتالي قد تحدث الكثير من المشاكل. لذا فإن بغداد يعني ربما اكتفت بالاستنكارات والإدانات من قبل رئيس مجلس النواب، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، مستشار الأمن القومي، كل هذه الجهات أدانت هذا التفجير وقالت بأنه جاء لخلط الأوراق يعني إعادة الفوضى إلى المجتمع العراقي من جديد. طيب نعم. محمد، ماذا بشأن اجتماع القوى والأحزاب الكردستانية بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق؟ كردستان منذ فترة تحاول إيجاد حل للأزمة السياسية الحالية التي يعني تعصف العراق منذ الانتخابات في أكتوبر الماضي، وبالتالي بدأت بالمشاورات فيما بينها ثم اتجهت إلى المجتمع الدولي. وجود بلاسخارت في هذا الاجتماع هو إحدى الدلائل على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحاول إيجاد حل للمسألة السياسية العالقة في العراق. هي ستبدأ من كردستان وتحديدا بين الأحزاب الكردية لمحاولة إيجاد صيغة تفاهمية ما بين الأطراف، وأيضا لإيجاد مرشح يذهب به الكرد إلى البرلمان لتولي منصب رئاسة الجمهورية. إذا ما حلت هذه العقدة فإن العقد الأخرى تبدو أسهل نوعا ما، إلا عقدة رئيس الوزراء، وهنا يجب على الأحزاب الشيعية أن تتفاهم فيما بينها كما تتفاهم الأحزاب الكردية لترشيح من سيكون رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة. لذا فإن هذا الأمر يعد أحد المفاتيح لحل المسائل العالقة السياسية في العراق، لكن يعني بحسب المصادر أنه لن تكون هناك نتائج واضحة قبل 3 أو 4 أيام من الآن، لأن الأحزاب الكردية ما تزال تطرح مشاكلها على طاولة الحوار بكل شفافية، وهذا الأمر قد يستغرق 2 أو 3 قبل إصدار أي بيان من قبل إقليم كردستان أو من قبل الأحزاب الكردية في كردستان وقبل الذهاب إلى بغداد. شكرا.